اهلا بيكم متابعين تلفزيون اليوم السابع. اللي قدامنا ده اسمه عم عوض. عم عوض ده اقدم صبي مكواجي في مصر واكبر صبي مكواجي في مصر. عمره عدى 60 سنة ومعدي 70 سنة كمان، مش 60 بس. ومتمسك بكونه صبي مكواجي مش مكواجي، يعني هو محبش ان هو ورث المهنة كصبي مكواجي، لكن محبش ان هو يبقى مكواجي. انا لسه مش عارفة ليه ولسه مش عارفة القصة، هو هيعرفنا القصة بنفسه وعمر كمان معاه هيقولولنا بقى القصة ايه. ازيك يا عم عوض؟ سلام. قولنا بقى يا عم عوض، انت بقالك كام سنة في الشغلانة دي؟ بقالي 60 سنة. طب قولي يا عم عوض، ليه صبي مكواجي؟ يعني قالوا لي ان انت كان معاك فلوس وكنت تقدر تفتح محل. لا الحمد لله اشتغل احسن. بتحب تبقى صبي مكواجي؟ اوزع. تحب توزع؟ توزع وتجيب. طب قولي بقى، يعني احكي لي انت بتشتغل في المهنة دي، كنت الاول كان في بقى المكوى الرجل والحاجات دي، قول لنا بقى الوضع ايه. كانت الاول مكوة الرجل كانت. والمكوى اللي كانت على الفحم؟ طب قول لي بقى، زمان كانت المكوى ايه ودلوقتي بقت ايه؟ زمان احسن. طب احنا بقى ايه؟ عمر، يعني عمر تخليك معانا شويه. قول لي بقى ايه قصه عم عوض؟ بس علي صوتك شويه معلش. والله عم عوض ده يعتبر الجندي المجهول. يعني عم عوض ده من هو 6 سنين مثلا، من قريه في محافظه الفيوم، هو شغال في القاهرة صبي مكواجي. لحد النهاردة 78 سنة صبي مكواجي، ما اتغيرش زي ما هو. بس حب الناس هو اللي خلاه فضل مكرر نفس الشغلانة ونفس الموضوع. حتى لما كان شغلنا انا كنت شغال معاه صبي صغير الأول في محل مع ناس كبيرة وكده، لما الناس توفت وقفلوا المحل هو برضه فضل حابب الشغلانة. وقفت انا وهو واقف معايا وقفة كويسة، يمكن هو وش يساعد عليها في كل حاجة. أنت كنت شغالين يا عمر من أيام المكوى الرجل؟ انا حضرت اخري معاه المكوى اللي هي الناشونال، اول حاجه حضرتها معاه. لكن هو كان شغال قبل مني، كان موجود الصندوق بتاع اللي هو بيتحط على الفحم والحاجات دي كانت موجوده في المحل القديم زي ما هي محلاتها. بس مع التطوير بقى طبعا الكلام ده كله اتغير. قلت لي بقى ان هو ساعدك فتحت 3 محلات. ما شاء الله. هو يعني هو بسبب حب الناس ومعارفه وكل حاجه في ثقه متبادله بيننا وبين الناس، بيروح يجيب منهم الحاجه لحد النهارده. يعني لحد النهارده هو اعتبر هو اجيب اي حد شغاله جنبه ما يعرفش يشتغل، هو الوحيد التوب. طب هو ازاي عارف ان هو يعني ان هو يفضل يتقدم في الشغلانه دي ومكمل فيها بقى له اكتر من 60 سنه وهو يعني ليه ظروف خاصه؟ هو عشان هو مش شغال عشان شغله، هو حابب الشغلانه نفسها، فعشان كده مديها حقها وفوق حقها كمان. يعني بالنسبه للاطفال اللي بيجوا يشتغلوا منهم قاعدين في البلاي ستيشن قاعدين في البلياردو، هو الوحيد سبحان الله من شغل البيت، ملوش اي اصحاب ولا اي علاقات مع اي حد خالص، شغله بس. فده حاجه كويسه، يعني حاجه مش موجوده، حاجه نادره. ايوه. قلت لي كمان هو مجوز ولاد ما شاء الله، عنده بنته كبيره مجوزها، حاجه كويسه يعني ما شاء الله، متعلمين تعليم كويس جدا. وهي الناس كلها بتحبه لان هو الناس كلها بتدخله بيوتها بثقه متبادله. لو كان يعرف العيال دي وهي صغيره، محل بقى اتجوزوا وخلفوا بقى وفاتحين بيوت، فبالنسبه له مع ما ده جدهم كلهم في المنطقه هنا. يعني انت بتقول له يا جدي، اي حد معدي بقول له يا جدي عوض يا جدي عوض. ايوه. بس قلت لي بقى ان الناس بتفتكر ان المحل بتاعه، ليه بقى؟ ما عشان هو طول عمره يعني اقول لك من العيال صغيره لحد ما اتجوزوا كبروا هم عارفين عم عوض في الصنعه دي، فاكيد طبعا 90% دماغهم ما جابتهمش ان هو لحد النهارده لسه شغال صبي مكواجي او حابب الشغلانه كده. ان هو دماغه ان هو يقدر يفتح اكتر من محل على فكره، بس هو حابب ان هو يبقى كده، حابب ان هو يودي الشغل ويجيب الشغل ويتعامل مع الناس، وعنده الزبون اهم من اي حاجه. يعني ممكن يمشي صنايعي عشان خاطر الزبون. يعني مش مهم حاجه عنده اي حاجه غير ان هو يراضي الزبون حتى لو على حساب نفسه. ودي حاجه كويسه مش هتلاقيها مع اي حد الصراحه. احنا عايزين بقى نشوف انتوا وصلتوا من التطوير لحد فين في المكوى. عندنا جهاز بخار يكوي بدل بيكوي كل حاجه بالبخار من غير اي حاجه. وعندنا مكان سجاد، جبت السجاد وبطيخين وكل حاجه. تخيلي بقى من مكوى على الفحم لحد التطور ده حديث، كل شغله حديث.
انا شايفه كمان ان انتوا بتكوا هنا ده سجاجيد عندكم. ولو بصيت ورا كده حضرتك هتلاقي برضو عندنا مكان مميز برضو نحط فيه البطاطين بتاعت الناس والسجاد والحاجات دي كلها. هم عندهم اكستنشن للمحل يعني. مع زياده الفروع الثانيه برضو عندهم كذا فرع تاني. طب انت كمان قلت لي عم عوض عايش لوحده دلوقتي، ازاي عايش لوحده؟ هو اتعود يعني ولاده كبروا كده، اما ولاده تعالى قرب بس انا عشان الصوت. حضرتك ما حضرتك يا فندم. هو ولاده كبروا بقى واتجوزوا، فهو طبعا قاعد في شقته برضه بتاعته قاعد لوحده كده. بيخلص شغله بيطلع على النوم، بس عايش معانا طول اليوم هنا كويس، بيروح على النوم بس. ممكن نعلي الصوت شويه، الناس بيقولوا الصوت واطي. طب عم عوض انت يعني هتفضل مكمل في المهنه دي على طول؟ على طول. يعني ما مش حاسس ان انت تعبان او كبرت في السن او حاجه؟ لا، هو لما بيقعد يوم ولا حاجه من الشغل بيتعب، حتى يوم الاجازه بيبقى عايز يجي يشتغل. يفضل يتمشى كده ويبص على المحل ويطمن على المحل ويبص على المحل، يفضل كده طول النهار رايح جاي لحد ما يجي يروح ينام برضه نفس القصه. هو متعلق بالموضوع، مفيش حاجه في دماغه غير الشغل بس، الحمد لله كرم من ربنا برضه. احنا كان معانا عم عوض اكبر صبي مكواجي في مصر، عمره فوق 70 سنه، ورغم ذلك هو يعني لسه متمسك بكونه صبي مكواجي. هو كان السبب ان يعني اصحاب المحل بقى عندهم بدل الفرع فرعين وثلاثة، ويعني هو الجندي المجهول في حياتهم. الناس كلها هنا بتحبه، الناس بتيجي المحل او بتبقى زباين للمحل عشان خاطره. طبعا احنا عايزين كل الناس تدعي لعم عوض، وطبعا يعني ربنا يعني يعمل له كل اللي نفسه فيه. بنشكرك يا عم عوض، وبنشكر عمر اللي هو صاحب المحل، يعني هو اللي مشغل عم عوض، وهما الاثنين ايدهم بايد بعض من زمان، وهما يعني عاملين طفره هنا في المنطقه في الجماليه. نشكر حضراتكم على حسن المتابعه، والى اللقاء.